أنا كمان بحبك أوي يا مراد. أخيرا بجد يا غريب. بجد طول الوقت أنت في تفكيري، مش حاجة تانية غير ما بفكر فيك وبس. طب ما أنا زيك ويمكن أكتر كمان منك كتير، مش عارف أفكر غير فيكي ومش عارف أركز في أي حاجة، برغم بقى إن أنا عندي مليون ألف حاجة لازم أركز فيها، شكلي كده هتجنن بسببهم يا غالي. لا أنا عايزاك تركز عشان تفضل قوي. اتكلم جد بقى. طيب موضوع ايه اللي انت عايز تتكلم فيه يعني؟ ما انتي عارفة موضوع جوازنا يا ستي، بس لازم غالية تبقى موجودة المرة دي. طيب حابة اسألها واشوف مواعيدها ايه.